انتوا عارفين ان فيلم مراتي مدير عام كان رشدي اباظة هو البطل الاصلي للفيلم، وكان واخد حتى عربون الفيلم كمان. بس في الفترة دي كانت شادية وصلاح ذو الفقار بيحبوا بعض جدا واتجوز، فطبعا الجوازة دي كانت حديث الصحف والناس، فشافوا طبعا ان صلاح ذو الفقار لو قام بالبطولة هيبقى فيلم يكسر الدنيا، واخدوا قرار فعلا ان صلاح ذو الفقار هو اللي هيعمل الفيلم وتحدد يوم التصوير. كل ده ومحدش بلغ رشدي بحاجه، ويوم تصوير الفيلم اتفاجئ اللي موجودين في الاستوديو ان رشدي اباظه داخل الاستوديو. طبعا عينك ما تشوف الا النور، الكل جير استخبى، قالوا بس ده رشدي اباظه هيقلبها دمار، وفضلوا مستنيين ان يسمعوا حاجه بتتكسر ابدا. فقالوا هي ايه الحكايه، ما نخرج نشوف في ايه. واول ما خرجوا لقوا بوكيه ورد محطوط ومكتوب على الكارت اخويا صلاح بتمنى لك التوفيق والنجاح، و200 جنيه عربون الفيلم اللي كان واخده. اخلاق دون جوان بصحيح.